أيام العشر، ما أجملها من أيام، حيث التجليات والفتوحات والبشريات والنفحات. فعلى المرء أن يجتهد ويكثر من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بجميع فضائل الأعمال، فإنها مضاعفة ومباركة في هذه الأيام بإذن الله تعالى، لا سيما الصيام. فقد روى أصحاب السنن والمسانيد عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، وكان أكثر السلف الصالح يصومون العشر، ولهذا استحب صومها كثير من العلماء، ولا سيما يوم عرفة الذي يكفر صيامه السنة الماضية والقادمة. ومنها أيضا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على نبينا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإكثار من تلاوة القرآن، المحافظة على السنن الرواتب، الاجتهاد في لياليها بالصلاة والذكر، الصدقة وصلة الأرحام، رد المظالم إلى أهلها، حفظ الجوارح سيما السمع والبصر واللسان، الدعاء بخيري الدنيا والآخرة لك ولإخوانك المسلمين الأحياء منهم والأموات،